الأصفر إلى جانب البحر الأسود شمال وجنوبا في حدودها الغربية مع اليونان مضيق مرنا، وهو يعني منطقة استراتيجية يعني تفتح يعني على البحر الأبيض المتوسط جنوبا، وهي منطقة يعني منطقة المياه الدافئة والمنطقة استراتيجية جدا بالنسبة لروسيا أو دول خاصة دول البلقان ودول الشمال يعني في القوقاز. تعداد السكان يعني في تركيا يصل 78 مليون نسمة، يمثل المسلمون 97-97% من سكان تركيا، يمثل المسيحيون نسبة 1% من الشعب التركي، ونصفهم نصف يعني نسبة أقل من 1% 0.04 يهود من الشعب التركي، إلى جانب يعني القومية الأخرى كالقومية الكردية، وهي قومية مغرقة جدا في ظرف معين الكردية. وإلى جانب يعني القومية التركية يتعدى يعني تعدادها 25 مليون نسمة، ويق يعني مواطنهم الأصلي في جنوب الشرق تركيا. بالنسبة القومية الثانية هي القومية الأرمنية، وهم يعني القومية العرقية الموجودة في تركيا، وهم أغلبية مسيحيين ولهم علاقات جيدة مع مسيحيين الغرب خاصة الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة، ولهم علاقات حتى بالهجرة الأولى للعسكر الفرنسي في القرن 18 الموجودين في إسطنبول، وإسطنبول هي تمثل يعني العاصمة أكثر عدد سكان 13 مليون نسمة في إسطنبول. تأتي بعدها يعني أنقرة إلى أن تصل أصغر مدينة وهي أضنة 2 مليون نسمة. أغلب الشعب التركي هو شعب محافظ، ويظهر المحافظون في المناطق خارج المدن الكبرى خاصة في الأرياف، تسمى بالأرياف التركية، وفي المناطق منطقة الأناضول تمثل نسبة 90%، وشعوب الأناضول تمثل يعني نسبة يعني 90% من الشعب التركي. بالنسبة للمذهب الرسمي شبه الرسمي المعتمد لوزارة التعليم في تركيا هو المذهب الحنفي الأحنافي، ويقع تدريس المذهب الحنفي في المدارس، وهناك يعني معارضة قوية من العلويين، العلويين يمثلون امتداد البشكتية كما قال الدكتور، البشكتية هي يعني مأتاها تأتي من بلاد خراسان يعني إيران في الزمن، وانتشرت البشكتية وسيطرت على بكتشية على الأغلب المجموعات العلوية التي يعني تنقسم إلى عدة يعني شبكات، وهناك تدرج علمي إلى أن يصل إلى المرتبة الثالثة مرتبة الحقيقة بالنسبة للإمامة العلوية. والفرقة الثانية هي التي يعني عليها نقاط استفهام كبيرة بالنسبة العلوية، بالنسبة للعلويين النصيريين أو الخصيبية يطلق عليها الأسماء، وطرحت عليها يعني عدة تساؤلات لهذه المجموعة، لأنها كانت اخترقت الجيش في فترة ما، الجيش التركي في زمن يعني الدولة العثمانية، ووقعت يعني مجزرة حدث عليها الدكتور في ضد العلويين الذين اخترقوا العسكر، وإلى يوم هذا يعاني العلويين ويمثلون 18% يعانون التمييز، وهناك يعني تحقق كبير من انتمائهم إلى الجيش والأول والمراكز الحساسة في الدولة. بالنسبة للأرمن كذلك يعني هناك دول يعني تدافع عليهم بالنسبة لمسألة الأرمن والمصدر الذي وقع عند الأرمن أخيرا يعني في فرنسا وقع. السؤال يعني الإشكالية الأخيرة يعني البعد العلاقات التركية الإيرانية مؤخرا يعني نرى يعني العلاقات هي قديمة ترتد إلى الفترة العثمانية، وهي يعني علاقات دبلوماسية جيدة، آخرها 2010 يعني اتفاقية لنقل اليورانيوم المخصب،
140 كيلو جرام يعني ضعيف التخسيب الى استبداله من برازيل بجرام يعني عالي التركيز. بالنسبه للطرح الثاني هي يعني التعرض الى الهجره اللي وقعت، يعني نصف مليون تركي كانوا يعيشوا في اليونان وانتقلوا الى تركيا، وبالمقابل مليون ونصف يوناني كانوا يعيشوا في تركيا. وهذا يعني ارتداد للموضوع القومي القومية، يعني الفصل عملية الدولة، فصل من الدستور، المادة 66 من الدستور التركي تنص على عملية الدولة، وهناك يعني فصل مادة تنص على تركية واعتماد اللغة التركية ودخول اللغة التركية في اللهجات. هناك اللهجة القديمة العثمانية التي تبث يعني بعض يعني الأخبار في التي ار تي التركية والتي ار تي سيس باللغة التركية القديمة. الإشكالية الأخيرة عام 1991 يعني الغزو الاحتلال التركي لشمال قبرص، الإنزال العسكري ويعني الإسلام التركي. ثانياً والسؤال الأخير يعني الجزء الأكثر هو مسألة حقوق الإنسان، وخاصة سجن أكثر من 50 صحفي في ظرف سنة، سجلت آخر إحصائيات في تركيا، وهو المأخذ لعدم يعني اندماج تركيا في طريقة يعني مسألة حقوق الإنسان. وشكرا يعني لليق الجمهور. أولا عفوا على الحضور المتأخر، ولكن علاش ما يمكن سؤال مش باش يكون في في دوك صد المحاضرة، تبقى تعليق على اللي قاله خالد. أنا أول حاجة يمكن كان جا بعض المتأخرين حاضرين معنا، كان جا عبد الجليل التميمي حاضر معنا، ودخول الاستعمار التركي للدول العربية تعمل مشكلة كبيرة. المسألة الثانية مانيش عارف وقت اللي تحكي على نعرفش يمكن سعاد يزيد يصلح لنا وقت اللي تحكي على المسألة نتاع القومية التركية كيفاش كانت لصيقة وكانت مجانبة للقومية العربية، بمعنى على قد تأثير والتأثر وكأنهم مكملين بعض. هذا نقطة، أنا في بالي القومية العربية كانت ردة فعل على القومية التركية. اثنين، وقت اللي تقول للمختلف وقت اللي تقول إنه جماعة تركيا الفتاة أنت تركيا الفتاة وقت تقول على تركيا الفتاة انها ظهرت بعد سقوط الدولة العثمانية، تركيا الفتاة والاتحاد الترقي كانوا نصوص اللي ينقل في عرش السلطان عبد الحميد الثالث. معناها ما نعرفش يمكن سعاد يزيد يصلح لنا المعلومات هذيا، معناها باش نلقاو نقاط التقاء باش نقدروا نحكيو. هذاك علاش يولي السؤال على مشروعية القول نتاع الخطاب الاستراتيجي نتاع أردوغان وقت يقول في البرلمان نحن العثمانيين الجدد. بالمعنى هذايا نولي نسألوا تركيا تولي ماهيش قومية برشا، والخلافة ما مش لك الدرجة، معناها العثمانيين الجدد هو حزب العدالة والتنمية. إي لا، نحن نعملوا في تحديد المضمون الخطاب الاستراتيجي التركي. أردوغان صرح في البرلمان قال نحن العثمانيين الجدد. معناها تداعيات الخطاب الاستراتيجي هذايا نتاع أردوغان شنو هي قصدية القول منه؟ هذايا اللي نجم نسألوا عليه أكثر، وقت ما نقولوا إنه القومية العربية والقومية التركية هي نفس الحاجة اللي نعرف إنه القومية العربية كانت ردة فعل على القومية التركية، والقومية التركية هي اللي ساعدت وحتى علاقاتها معناها على الأقل كانت تشوف بعض الدراسات التاريخية مثلا نسميها دراسة نتاع ماجستير نتاع موقف ابن أبي المرسى اسمها صحة راس المريض أو مشروع الجامعة الإسلامية يحكي فيها على العلاقات المشهورة نتاع لوبي كوكب الشرق هذا من الدين الأولاني في الناحية العربية، ويحكي فيه زاد على جماعة تركيا الفتاة، ويحكي فيه على جماعة الاتحاد الترقي وكيفاش كان عندهم مساهمة كبيرة مع الإنجليز في إسقاط الدولة العثمانية. شكرا. فرصة يا عبد الله، ابتسامة حلوة عندك. هاي شنو تخفي؟ شنو تخفي الابتسامة؟ ما عادش كثير يعرفوا جماعة لأن الحكاية تعرفوا نقطة. يعني مختصين ادلي بدلوي. ايش نسأل أنا؟ أول حاجة الساعة